هنبدأ بقى نعمل وصفة لطيفة كلنا بنحبها، وأحيانا بنحب ناكلها سندوتشات من بره، ولكن طبعا في البيت أكيد هي تفرق كتير عشان الزيت نظيف، عشان التحضيرات اللي في البيت بتبقى يعني دايما ضامنينها. خلينا نقول إحنا هنعمل النهاردة شوية كبدة صغننين كده، نعملهم كبدة بالردة على قد ما هو موجود عندنا في البيت، كام شريحة حلوة كده، ولو يا سلام بقى لو تواجد جنبها ناخد كمان شوية منها ونعمل شوية سلطة جنب الكبدة الحلوة دي. تعالوا نشوف كده مقاديرنا النهاردة. أنا هستخدم الكبدة البقري، مش هستخدم كبدة جمل، وهنتكلم عن فوائدها واحنا شغالين. صوتكم نغبش قوي يا حبايب قلبي فمش سامعه حلو. عندي كبده شرايح اي يعني كميه موجوده عند حضراتكم، عندي توابل كبده، التوابل دي بتتباع عند العطار، بتتباع اكياس زي اللي بنشتريها لتوابل الشيش طاووق والحاجات، موجوده جميله جدا هتفرق مع حضراتكم قوي. وعندي كمان ليمون، وعندي خل، وعندي كوباية زبادي، وعندي بيضة. دي التتبيلة اللي هحطها الأولية للكبدة. طيب عندي بقى التغليف. النهاردة أنا مش هكتفي بس بالردة، هحب أضيف على الردة شوية مكونات ظريفة جدا. في ناس تحب تحط مع الردة دي شوية دقيق، أنا النهاردة هضيف مع الردة دي شوية دقيق وشوية دقيق ذرة، ولو امكن عايزين شويه بقسماط تخليها متماسكه، ان في ناس كتير قوي بعتوا لي الحقيقه رسائل على الخاص انها بتفك 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 كتير جدا جدا. فاحنا النهارده عايزين ايه نوصلهم لمرحله ان البنات اللي لسه بتبدا عايزه تعملها وبتحبها انها ان شاء الله ما تفكش منها، فنحاول نساعد في التغليف بحاجات تساعدهم انها ما تفكش منهم باذن الله. فعندي نص يعني كوبايه رده، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه من دقيق الذره، نص كوبايه بقسماط، نص كوبايه نشا، وتوابل الكبده انا هضيفها مع الخليط ده. بعد ما هشكل الكبده الخليط ده هصفيه او هنخله وهحطه في كيس معايا، وهكتب عليه ان ده الكوتنج او التغليف بتاع الكبده بتاعتي عشان احطه في الفريزر واخليه مره تانية هاجي استخدمه، هيكون جاهز عندي مش محتاجه ان انا اجيبه مره تانية. هنتكلم مع بعض عن فوائد الكبده بشكل قوي. انتوا ايه يا حبايبي؟ ايه انا فين؟ انتوا ايه؟ لا يعني تمام الناس عايزه طيب ماشي. لا مش مشكله خلاص انا مش هستخدمه. بصوا بقى بسم الله هبدا. اول حاجه احنا هنحط الاول حاجات التغليف فوق بعض. انا عندي اهي رده، خلاص الرده يعني كميتها لا باس بيها. خليني بس اخد شويه هنا عشان هم زياده شويه، خف منها شويه. شايفين كده دي زياده. هاخد بقى بقسماط شويه، دقيق ذره شويه. نعم حبايبي ماشي. شويه دقيق ابيض، شويه نشا. الرده كمان مفيده جدا يا جماعه. الرده دي عايزه اقول لكم انها طبعا اكيد كلنا عارفين انها من نخاله القمح، واللي بنعمل منها العيش البلدي بتاعنا اللي احنا بناكله، ودي توابل الكبده اهي اللي قلت لحضراتكم بتتباع جاهزه. خلاص هاخد بقى هنا مع المحتوى ده رشه ملح خفيفه، وهقلب الخليط الحلو ده مع بعض. ماشي الكلام. ناخد فوائد بقى من دقيق الذره ومن الرده، فوائدها كتير جدا. عايزه اقول لكم في ناس تحب تحط معلقه منها على الزبادي، وفيها كميه الياف عاليه جدا، يعني هي فعلا بتحسن حركه الجهاز الهضمي جدا، وبتخفف يعني الناس اللي عندهم قولون عصبي زي حالاتي بتخفف منها. يعني الدراسات حقيقي اثبتت ان نخاله القمح دي بتخفف من اعراض القولون العصبي او التهاب القولون بجد، لان فيها نسبه الياف عاليه، وبعدين خلوا بالكم بتحسس برضو بالشبع فتره طويله، وهي مضاد تقريبا للالتهابات يعني، وكمان بتساعد في خفض ضغط الدم للناس اللي بيعانوا من ارتفاع الضغط. الدم بيبقى يعني ضغطهم بيبقى عالي من ذوات الضغط العالي، وطبعا لازم نراعي موضوع الضغط العالي يا جماعه، عشان لا قدر الله مع الوقت الناس اللي بيبقى عندهم ضغط عالي هو من اكتر المؤشرات اللي ممكن تاثر في يوم من الايام على الكلى، فنخلي بالنا من الموضوع ده قوي. طيب هبدا بس انضف دول كده. كده انا خدت خليط تغليف، خلاص حاولت ان انا اساعد نفسي ان انا خليني بس احط بقيه هم عموما معلقتين كبار نشا، فانا هحطهم عشان تبقى جميله اهم. وحطيت توابل الكبده
ونقدر نعمل كده في البانيه لما نيجي نستخدم البقسماط. ممكن تخلطوا شويه من الدقيق الابيض، ممكن شويه من النشا، ونحط معاه كمان توابل اللي هي خاصه بالبانيه او شيش الطاووق، تدي طعم حلو للتغليفه. في ناس بتحب كده قوي كانه طعم المطاعم. طيب هنيجي بقى ناخد للكبده. الكبده هنتكلم عنها، بصوا الكبده هنا ما شاء الله فريش. طالما الكبده فريش ولسه جايه حالا ولسه متقطعه فريش، يبقى مش هغسل الكبده. الكبده ما تتغسلش. طيب امتى اغسلها؟ لو الكبده دي انا حطيتها في الفريزر فرستها وجيت اتعامل مع الكبده دي على ان هي هطلعها، لو هي طازه ما بتتغسلش. لكن هاجي بقى افك تجميدها، هسيبها طبعا في الثلاجه على رف، احطها واسيبها تفك التجميد براحتها خلاص. وبعدين اروح مديها ايه بقى، اديها معلقه ملح وشويه خل وشويه ميه او شويه ليمون، واسيبها كده ربع ساعة كده تتخلط وتبدأ تتخلص من السوائل بتاعتها دي خالص، كأنها شطفة جريئة منها بما أنها دخلت الفريزر خلاص. تمام كده. والكبدة الجملي بنعمل معها كده برضو، كبدة الجملي بنعمل معها كده. ما بنحطش بقى توم دلوقتي إلا لما بنيجي في التتبيلة. لما بنيجي بقى في التتبيلة نعمل اللي بقول لحضرتك كده. أنا عندي بيضة، عندي عصير ليمون، عندي خل، عندي توابل الكبدة، عندي زبادي. هتستغربوا بس هتعجبكم التتبيله دي ان شاء الله. وعندي ملح وفلفل اهم. خلاص هنقلب بقى كده، نعرف بقى الكبده دي بقى سليمه ولا لا. طبعا انتوا عارفين، بصوا ملمسها، شايفين لونها عامل ازاي قدام حضراتكم؟ درجه اللون، اللون ده بيبقى على فكره اللون ممكن يغمق عن كده، ده على حسب عمر الحيوان او الذبيحه، عشان بس في ناس بتتخض تقول لك لو غامقه قوي تبقى مش حلوه. لا، المهم ملمسها، المهم ما فيهاش الحبيبات البيضه اللي شبه الرز دي اللي هي بتخلينا، دي بتبقى محجره، دي خطر جدا لو اتوجدت في الكبده ولقيتوها عامله زي حبات الرز او السكر، دي لازم خلاص تتخلصوا منها، او الرمل دي مش كويسه. اللون لو اغمق زياده قوي لا، ادانا انطباع ان هي مش حلوه يبقى لا. لكن هي ليها درجات، الفاتح للصغير، العجل الصغير، والاكبر بيغمق سنه. احنا بقى نعمل اختبار ازاي نطمن؟ هنحطها تحت الميه، لو لونها بهت يبقى كده هي مش مظبوطه، كده هي مستورده بقى. لكن لو هي ما بهتتش لا. وهقول هجاوب على سؤال مهم قوي اتسالته عن قوالب السيليكون. كان في سيده فاضله سالتني على صفحتي، قالت لي انا عندي قالب كيك سيليكون، اعرف ازاي ان هو اصلي؟ حضرتك هتجيبي قالب السيليكون وتتني الطرف بتاعه جامد قوي 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 كده، وبعد ما بتتنيه لقيتيه اللون ده ابيض، اعرفي ان ده مخلوط سيليكون بمواد تانية. لو انت تانيتيه جامد جامد واللون فضل زي ما هو ثابت بتاع لون القالب السيليكون، هيبقى ده الاصل، ما ملهاش حل تاني تعرفيها بيه الا كده. طيب ناخد ام اسلام. صباح الفل. صباح الخير يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا حبيبه عمري؟ معلش سامحيني على زوري والله. الف سلامه يا حبيب قلبي. سلامك يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشاني والله. انت اكتر يا روح قلبي، انت اكتر حبيبتي والله. عايزه اقول لك النهارده بس الف مليون مبروك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. اللي دايما رافع راسنا وهيرفع راسنا طول عمرنا. يا حبيبتي يا حبيبتي، الف مليون مبروك لي. يعني قد ايه اسعدنا جدا النادي الاهلي بالثلاث اجوان، كانوا في منتهى الروعة حبيبتي. يسلموا بجد، يسلموا، ودول على الراس مش قادرة أقول لك بصراحة كانوا بيلعبوا إزاي. يعني ربنا يديهم الصحة والعافية. أمين يا رب. ربنا يبارك لهم. أمين. يا رب، ودايما مشرفينا وهيشرفونا على طول إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبتي. تسلميلي تسلميلي يا مسلم. عايزة أقول لك تسلم مواصفاتك ومعلوماتك حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. أمين. على المعلومات اللي أنت بتديها لنا، يعني حاجات بتفوت علينا كتير حبيبتي، يعني ممكن ما نحطهاش في دماغنا أو ما تجيش على دماغنا، لكن أنت فعلا بمعلوماتك
ومذاكرتك اللي انت بتذاكريها يا حبيبتي، ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا حبيبتي عليها. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا حبيبتي، ما منك ابدا ولا يتحرم منك ابدا يا حبيبه قلبي، ولا من معلوماتك، ودايما كده منوره مكانك يا رب. الله يسعد قلبك يا ام اسلام، شكرا ليك يا حبيبتي على مداخلتك، شكرا. صباحك هنا يا حبيبه قلبي، وعلى كل مشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. معلش انا طبعا سعيده اكيد بالاجوان الرائعه، ولكن انا كان دايما علشان انا عارفه النادي الاهلي دائما متالق، بس طبعا الاداء كان مش اللي انا كاهلاويه شايفه انه قوي كالعاده المعتاده، لكن بنقول ميرسي طبعا ان هم حققوا الاهداف الجميله، لكن نتمنى الاحسن باذن الله. ده رايي الشخصي. بصوا بقى التتبيله دي المفترض نسيبها على الاقل ساعتين عشان تتشرب كده وتبقى جميله. وبصوا حضراتكم انا غلفتها، لو انا بقى مغلفاها بالرد، طبعا في ناس بتعملها بالرد وبتبقى رائعه برده بتثبت، بس انا بقول للناس والاصدقائنا والبنوتات اللي هم عايزين الموضوع يثبت معاهم، بصوا تبقى يعني متغلفه من جميع النواحي بشكل جميل كده زي ما حضراتكم شايفين. انا هجيب بس اسمحوا لي طبق كده احط عليه الايه اللي انا جهزته عشان ايه نغلفه مره واحده ونحمرهم مع بعض ان شاء الله مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بصوا كده الشريحة يفضل زي ما انتم شايفين قد كف الايد تقريبا، وبتبقى بسماكة معينة، وطبعا الراجل بيبقى عارف يعني انتم الكبدة طبعا ليها سماكة معينة بيقطعها بيها، والناس اللي محبة للكبدة الجملي هتعمل بس الخطوة اللي انا قلت لحضراتكم عليها في الغسيل مختلفة عشان الكبدة الجملي ايه ليها محبيها برضو. عايزة اقول لكم الكبدة الجملي دي مفيدة جدا، فيها ميزة بقى اقول لكم عليها بتزيد عن الكبدة دي، لانها بتعزز الجهاز التنفسي جدا، وللناس اللي عندهم مشاكل وربو مهمة قوي ليهم، وفيها طبعا نسبة حديد وفيها نسبة فيتامينز برضو، من الحاجات اللي بتنظم نسبة السكر في الدم، مفيدة جدا جدا لمرضى السكر يا جماعة. البقري فيها يعني قيمة للجهاز المناعي، وفيها فيتامين ألف وب، وفيها نسبة حديد قوية وزنك عالية، وعايزة أقول لكم يعني مفيدة جدا لصحة الجلد والدم، والناس اللي عندهم أطفال عندهم أنيميا أو كبار أو سيدات حوامل كمان مفيدة للأعصاب جدا، يعني مفيدة للجهاز العصبي. يقول لك دايما الكبدة الجملي دي بتشد العصب، بصوا البقري بصوا كده بسم الله، والجملي كمان بتشد العصب بسم الله. انا بقى شوفوا احنا حطينا ايه في التغليفه تاني، هنقول احنا حطيت هنا مع الرده خلط، من فضلكم نزلوا لنا المقادير يا حبايب قلبي، خلطت معاهم نص كوبايه من الدقيق، خلطت معاهم نص كوبايه من دقيق الذره، حطيت شويه من البقسماط، حطيت شويه من النشا معلقتين، وبعدين ضفت من توابل الكبده معلقتين كبار، توابل الكبده اللي قلنا لحضراتكم انها بتتباع جاهزه في السوبر ماركت. طيب انا دلوقتي دي التغليفه الاولى، التغليفه اللي هي بتاعه الايه الكبده، لكن التتبيله هنزلها برضو لحضراتكم، هي مختلفه شويه، اللي عايز يحط توم باودر يحط، هي موجوده على الشاشه، هي دي تتبيله مختلفه شويه، اللي عايز يضيف توم باودر يضيف، في ناس ما بتحبش التوم اصلا او بتتعب منه، فاحنا يعني لما ناس بيبعتوا لنا تعليقات او طلبات معينه ان عايزين وصفات محببه بس نتفادى منها كذا وكذا، فاحنا بنحاول نقدمها لحضراتكم. وطبعا الطبيعي ان احنا بنحط طبعا مع الكبده توم، لكن في ناس بتتعب منه، فانا النهارده عاملاه علشان الناس اللي ما بتقدرش تتعامل مع التوم. طيب كده بصوا اهي شايفين، وهنبدا نستكمل بقى الايه الشويه الحلوين دول، وزي ما قلت لحضراتكم اللي هيتبقى من الخليط بتاع الرده واللي انا تبلته ده وحطيت معاه رشه ملح ونكهته كده، هبدا اصفيه من خلال مصفى، اشيل التكتلات اللي فيه، ويتبقى احطه في كيس ثلاجه في الفريزر، واكتب عليه ان دي تغليفه الكبده، زي ما احيانا بيتبقى مننا في البانيه او في البوفتيك، وبنبدا ننخله ونقيه، ولو اتبقى منه في ناس تحب تعمل على قد، وفي ناس ممكن يتبقى منها شوية على حسب ما حضراتكم تحبوا. شايفين ازاي؟ دي بقى للبنوتات الصغننين اللي هم لسه بادئين، أو حد لسه بيبدأ يدخل المطبخ أول مرة وعايز يعمل وصفة حلوة. مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة صعبة، كل حاجة بقت سهلة وليها طرق كتير.
انا شايفه انه اتعاملي مع الوصفه اللي تناسبك وتريحك، عندي عند غيري، المهم ان انت توصلي للنتيجه اللي انت بترجيها واللي انت حباها واللي تتبصي بيها في نتيجتها ليكي ولاسرتك ولا اي حاجه. معانا امل، اهلا وسهلا مدام منال. امال، اهلا مدام امال. صباح الخير يا فندم. تسلمي يا فندم، ربنا يبارك فيكي. الله يطلعين عينينا يا حبيبة قلبي، ربنا يبارك فيهم يا فندم. والله كله طالع مش عايز يعمل حاجة خالص. معلش هو الجيل ده شوية كده، بس والله هيجي فترة هتلاقيهم ملتزمين وإن شاء الله هيتحملوا المسؤولية إن شاء الله. بشكرك على البرنامج فعلا، إن أنت بتنصحي وكمان يعني بتبسطي الحاجات اللي الواحد بيحب يشتريها من بره. حبيبتي الله يخليك يا فندم، شرف ليا والله يا فندم، شرف ليا. تسلمي. حضرتك ليكي أي طلب يا مدام أمال؟ حبيبتي لا، انت بس لفت نظري وانت بتنصحي البنات الصغيرين فعجبتني قوي. حبيبتي ربنا يبارك في حضرتك وشكرا ليكي فندم، ودخلتك يعني غاليه عليا والله يا فندم. شكرا ليكي مدام امال، شكرا لحضرتك. انا زيكم بالظبط والله، بقول لبنوتي كده، بس انا فهمت ان الجيل ده شويه ليه تفكير مستقل، يعني انا ممكن اطلب منها حاجه فهي تكون في الوقت ده هي مش في المود انها عايزه تعملها، فبقول ايه ماشي. احنا كنا زمان مختلفين، كان لما يطلب مننا حاجه بنعملها سواء عندنا مود او ما عندناش، كنا بنحترم اللي بيتقال. فدلوقتي البنات او الجيل ده عايز يحس بشيء من الديمقراطيه والحريه شويه، واحنا بنعمل ده بذكاء شويه. فدايما اقول لها ايه، طب حبيبتي خلاص شوفي انت عايزه تعمليها امتى. انت وعتيته مامي هي ليكي انها تتعمل النهارده، انا بقى مش لازم اشرط عليها طالما مفيش ضروره، فبديها مساحه. فالبنات ان شاء الله ان شاء الله يبقوا مسؤولين وبتعملها على اكمل وجه، فانا شايفه ان طالما هم بينفذوا هيجي الوقت اللي ان شاء الله يتحملوا فيه المسؤوليه وهيبقوا مسؤولين، وهنبقى حضرتك سعيده بيهم باذن الله. طيب احنا هشوف الزيت حالا مع حضراتكم لو هو جاهز. انا مهديه عليه بس عشان ما يتحرقش مني، وعلشان كمان لما انزلها ما تتلسعش، انا مش عايزاها تستوي قوي، انتوا عارفين الكبده ما بتاخدش وقت، يا دوب تشم النار زي ما بيقولوا تستوي، واحنا مش عايزينها تبقى ايه ناشفه او فانا عايزه اجرب كده بس اشوف بشويه الرده دول. بصوا انا هنزل واحده اذا تكرمتوا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بسم الله، ونطلع بقى بريك. انا هبدا نستكمل الايه التحمير، وانا هعلي النار هنا بقى شويه خلاص عشان تساعدني انها تطلع ان شاء الله، تشوفوها باذن الله لما تطلع. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. بصوا انا بحمر فيها اهي، وطلعت معانا اهي زي ما انتم شايفينها، ريحتها روعه. اللي عايز يحط توم باودر يحط، عايز يحط فصين توم، اللي بيحب التوم مفيش اي مشاكل. بس هي عموما توابل الكبده دي عشان بس حضرتك تبقوا عارفين فيها توم باودر، يعني فيها نسبه توم عشان بس نبقى ايه مع بعض. بصوا كده، لا هي كده روعه هتنشف. لا نو نو كده، نو نو يا نودي، شايفين جميله ازاي؟ اه طبعا يا استاذ فضل، طبعا اتفضل يا فندم. يا نهار ابيض، ده انت تؤمر. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله ازاي اهي، شايفين قطعه جميله ازاي متغلفه حلو. تعالوا بقى ناخد تاني نكمل. بسم الله كده، معانا ام عبد الرحمن، اهلا وسهلا يا فندم. ام عبد الرحمن اهلا وسهلا. وعليكم السلام يا فندم، ازيك يا شيخ عظيم؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي. ممكن تسمعيني من التليفون؟ تمام. قولي لي يا روح قلبي، محتاجة أي حاجة؟ حضرتك الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. كنت عايزة أسأل حضرتك على المقدار الاستثمار. من العين دي والعين دي، عايز تسألي على حاجة معينة ولا أنزلها لك كلها؟ لا أنزلها لي البشاميل واللحمة المعصبة وأنا أحطها معاها. من عينيا حبيبتي حالا أنزلها لك. يلا يا نودي نزل لنا الأم عبد الرحمن.
المكرونه بشاميل، وانا هقول لك الخطوات. نورتيني وشرفتيني يا ام عبد الرحمن حبيبتي، شكرا ليكي. بصوا الكبده جميله ازاي يا جماعه. ناخد بقى دي كمان عشان بنزلها كده، عشان لو كانت بقت رطبه من القعده، بس هي بصوا ما بقتش رطبه يعني الحمد لله. بسم الله. هناخد احنا بقى قطعه من اللي هيطلع ده وهنقطعها ونعمل بيها سلطه حلوه كده جميله. وبصوا ما بتاخدش، تشم النار بقلبها على طول. ليه؟ لان الكبده ما بتاخدش وقت في التسويه، فاهمين قصدي؟ والزيت بيبقى سخن، فخلاص تمام. طيب انا هنا هسخن النار، هي دي بتاعت دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل مقادير المكرونه بالبشاميل يا نودي. البشاميل ان شاء الله يا ام عبد الرحمن هتمشي على الوصفه بالظبط، هيطلع مظبوط وهتطلع معاكي كريمي. اهم حاجه المقادير دي انا عاملاها مش على نص كيلو مكرونه، عاملاها على كيس مكرونه يعني 350 جرام. هتطلع معاكي البشاميل كده كريمي وجميل. طب لو انت هتزودي مثلا في المكرونه يبقى هتزودي كوبايتين من اللبن فوق المعيار ده، هيبقى لتر ونص، يعني بدل ما هم 4 كوبايات لبن هيبقوا 6 كوبايات من كوبايات الشاي العاديه عشان تلاقي ايه. وهنزود الدقيق بدل ما هو 3 معالق يبقوا 5. هنزلك المقادير وهتكلم معاكي عليها حالا. ان شاء الله تطلع جميله ومظبوطه من ايديك يا حبيبتي. بصوا كده الكبده اهي. تعالوا بقى هنعمل صوص. انا هطفي هنا بقى الزيت. بسم الله نطفي كده. انا ممكن اشغل النار دي على فكره، بالنسبه لي مريحه يعني. انقل بس دي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم.